ينظم الاتحاد المركزي للمبارزة بطولة دولية في شهر رمضان المبارك في العاصمة بغداد بسلاح السيف العربي. وقال رئيس الاتحاد زياد حسن إن الاتحاد سيقيم بطولة دولية للمباراة لمسابقات الفردي ولسلاح السيف العربي، مبينا أن 6 دول أعلنت رغبتها بالمشاركة في البطولة، ويشار إلى أن العراق يسعى لاحتضان عدد من البطولات الرياضية الدولية في كل الألعاب واستعادة مكانته الرياضية.